الخير مشاهدينا، اهلا بكم في حلقه جديده من صباح العربيه. صباح الخير مروه. يسعد صباحك رشا. صباح الخير لكل متابعي صباح العربيه في كل مكان. نبدا حلقه جديده ومواضيع مختلفه من صباح العربيه. الى العناوين: الكويت تخصص 75 مليون دينار لشراء لقاح كورونا، والبداية لكبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية. مع إعلان نجاح لقاحات كورونا، انطلقت الوساوس عند الملايين خوفاً من أخذها. الفوبيا من كورونا ولقاحاته مع مختص نفسي في حلقة اليوم. كثير من الأشخاص أخذوا أحد لقاحات كورونا، أحدهم الطبيب اللبناني نادر صعب، نستضيفه اليوم لنستطلع تأثيره عليه. ومن ضمن مواضيع الصباح أيضا: هيئة الغذاء والدواء السعودية تكرر دعواتها لضرورة التأكد من مكونات العطور، فما المضر منها وما تأثيراتها على الصحة؟ كيف نعالج مشكلة المسام الواسعة في البشرة، وما الطرق المختلفة للحد منها لوجه أكثر نضارة؟ نصائح في فقرتنا الطبية. ينتج عنه آلام في أسفل الظهر والشعور بوغز في الساق. عرق النسا والتمارين التي تخففه من آلامه في فقرة العلاج الطبيعي لليوم. سقوط النجم محمد رمضان على مسرح في دبي، والفيديو ترند على المواقع. ما يقع على الشاطئ ممكن يكون حسن هيك. ميسي وبرشلونة يؤديان تحية للاعب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا. راسلونا على هاشتاغ البرنامج صباح أندرسكور العربية، وسألنا التفاعل حلقة اليوم: هل ستعطي لقاح كورونا لأبنائك؟ شاركونا إجاباتكم والصور على حسابات صباح العربية تويتر، إنستغرام وفيسبوك. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ مع أول مواضيعنا اليوم. ففي السعودية، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مقطع صوتي عن مدى أهمية التأكد من مكونات العطور قبل شرائها واستخدامها، وشددت على ضرورة التأكد من وجود قائمة بالمواد التي يحتويها المنتج أي العطر، نظرا لأن بعضها قد يحتوي على المواد المحسسة التي قد تؤثر على الأشخاص. الزميلة سهى الوعل زارت إحدى صانعات العطور وعدت لنا التقرير، تعالوا نتابع.
مع دعوات هيئة الغذاء والدواء لضرورة التأكد من مكونات العطور قبل شرائها واستخدامها، أصبح من الملح أن يتعرف المستهلك على هذه الصناعة، كيف يبدأ العطر وكيف ينتهي. آلية تصنيع العطر تمر بعدة مراحل، أهم شيء في تصنيع العطر ثقة المصدر وجودة المنتج اللي إحنا نستخدمه. فعشان أصمم العطر بداية، بعد ما أكون معادلته أقوم بمزج العطر زي ما إحنا شايفينه وأبدأ بتجربته، حيبين معانا إذا كان صادف حكة، إذا صادف حرقة في الصدر، حرقان في العين، هذه كلها دلائل يعني تدينا إنه اللي إحنا بنستخدمه في المنتجات الخام غير صحيح. تفاصيل بسيطة يجب الاطلاع عليها قبل شراء أي عطر، من شأنها أن تحميهم من أي ضرر من الممكن أن يخلفه عطر مزيف. بداية أول ما نشتري العطر لابد التأكد من وجود الباركود. الباركود هذا يدل على اسم المنتج ورقمه والمعلومات إنه هو صنع في المصانع، وأي شيء يصنع في المصانع بإذن الله ما منه خوف. رغم أنها صناعة ممتعة وشراءها أكثر متعة، إلا أن محاذيرها ضرورية، ويشدد المختصون على وجوب الإطلاع عليها وحفظها قدر الإمكان. سهى الوعل، العربية، جدة. إذن تعرفنا على التفاصيل التي يجب أن تتوفر ولا تتواجد في العطور التي نختارها. خلينا نذهب إلى سؤال التفاعل وبعض المشاركات والتغريدات على هاشتاك صباح أندرسكور العربية، ونذكر بسؤالنا التفاعلي: هل ستعطي لقاح كورونا لأبنائك؟ خلينا نشوف جاوبته على السؤال إزاي. أنا لدي كورونا حاليا ولا أريد اللقاح مستقبلا. ألف سلام عليكم، إن شاء الله على خير تعدي. إذا أثبت نجاحه سوف أعطي إلى كافة عائلتي. كثير من الناس حاطط رجل على رجل بالبيت ويتفلسف كأنه بروفيسور مجهريات وجراثيم، ويصرح بكيفية أنه اللقاح خطر. عزيزي الفيلسوف، قبل قرنين كان عدد البشر مليار فقط، وبفضل اللقاحات صار 7 مليار، فأكيد أنصح كل شخص يأخذه. الله كريم، بس خلي يوصل للعراق بذاك الوقت لكل حادث حديث، ويبعدنا ربنا يبعدكم من كل شر وكل كورونا وأخواتها كمان إن شاء الله قريبا. نعم إن شاء الله، ولكن يجب وزارة الصحة تثقيف المجتمع حوله وحول مدى وقايته وما هي أضراره الجانبية، وهل يؤثر سلبيا على بعض الأشخاص. سعد صباحك يا هادي. عندنا هذه التغريدة من هادي: أكيد سوف أعطي هذا اللقاح لأبنائي، لأنه نتاج جهد كبير قام به العلماء والمختصين لخدمة البشرية وتخليص من هذا الوباء القاتل. نعم، لكن بعد أن أتأكد من فعاليته على البقية، ليست أنانية لكنه الخوف على نسختي الصغرى. إن شاء الله يكون آمن على الجميع. نصبر لنرى ما مدى نجاح الحالات وهل لها تأثير أو مضاعفات. أكيد إذا أصبح له فعالية تم توثيقه عالميا بحيث لا يضر أبدا. عندنا هذه التغريدة بالنسبة للقاح: تريث شوي بعد الناس تأخذه عادي بأخذه. يعني أغلب التعليقات كانت أنه يبغى يجربه على الناس وبعدين يشوفه. طبيعي انه اي حاجه جديده يكون فيها تخوف، خصوصا انه كمان مع الاطفال خايف اكثر، ويعني طبيعي انه تكوني خايفه على اولادك اكثر من نفسك. فكل هذه المخاوف، كل يعني بيقول لك كل حاجه جديده لازم انه يكون ليها خصوصا مخاوف. صح، انه جديد كمان، واكيد يعني ممكن يكون ليه اثار جانبيه زي يعني اللقاح الانفلونزا الموسميه، في ناس بتسخن منه شويه او حسب، بس بيكون اثار جانبيه خفيفه. طالما يعني تم توثيقه عالميا وبقى موجود في كل البلدان سيكون يمكن أخذه. إذا ثبتت فعاليته لما لا أعطيهم بشكل بكل تأكيد. صباحكم ورد. يسعد صباحك يا نجاة. لقاح تجاري بل سياسي، لكن إذا أثبتت فعاليته لا مانع. صباحكم الله بالخير والعافية. أكيد لا،
هذا رأيي، هذا صريح لا. وعندنا رأي من إذا كان فعال ليه لا. حبيب من حبيب. صباح العافية لا وألف لا. أعطيتهم لقاح الإنفلونزا الموسمي وجالهم دور شديد جدا، فلا لا لن أعطي أي لقاح ثاني ولو كان لقاح كورونا. بعض المختصين كانوا بيكونوا بيتكلموا عن هذا الموضوع انه بياخذ مثلا اسبوع قبل ما يكون لي فعاليه ويكون لي كيف رده فعل الجسم اثار جانبيه في هذا الموضوع، مش شرط يعني ربطت الموضوع. طيب نعم ان شاء الله. نعم ان شاء الله، الله يرفع عنا البلاء يا رب العالمين باذن الله. بعد أن أعلنت الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا عن جاهزية اللقاح، دعت وزارة الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية إلى حين وصول اللقاح، وخصصت الحكومة الكويتية 75 مليون دينار لشرائه. نتابع التفاصيل. بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي في يوليو الماضي تخصيص مبلغ 75 مليون دينار لشراء لقاح فيروس كورونا، لكن وإلى حين وصول اللقاح دعا الأطباء المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقليل آثار كورونا على أعضاء الجسم. هالموسم هو موسم استثنائي بسبب انتشار فيروس سارس كوف 2 وجائحة الكورونا، وأنا عندي طبعا أكثر من 30 فيروس قد تصيب الجهاز التنفسي، فالإصابة بفيروس أو فيروسين أو ثلاث قد تؤدي لحدوث مضاعفات من ضمن فشل في الجهاز التنفسي، فشل في الجهاز الدوري وباقي أعضاء الجسم، قد تؤدي إلى دخول العناية المركزة والوفاة. فأخذ تطعيم الإنفلونزا في هذا الموسم بشكل خاص مهم جدا بسبب خطورة فيروس الإنفلونزا اللي طبعا كخطورة فيروس سارس كوف 2. ومع انتظار اعتماد اللقاح رسميا، قامت الصحة بتحديد الفترة الزمنية لإعطاء اللقاح للجميع خلال عام، مع تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم بدءا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى العاملين بالصفوف الأولى في مواجهة كورونا. اي شيء ممكن انا يفيدني ولا احس انه يعني يرجع لي بالفائده طول ما هو مرخص وزاره الصحه اخذه، ليش لا؟ على اساس انه يعني اقطع الشك ان هذا ممكن يكون انفلونزا وتكون كورونا. انا مو مقتنع في موضوع ان انا اجرب لقاح وبالذات انه ما اخذ الفتره الكافيه في يعني التجارب المختبريه داخل الكويت او خارجها، وللحين ما نعرف شنو هي يعني السايد افكت مال هذه اللقاحات. والله راح اخذه لان انا كل سنه اخذ اللقاح هذا مال الانفلونزا، واذا اللقاح هذا ما ياثر ما اثر علي انا ذاك الوقت ما ياثر، لكن تدري كل واحد له راي. عمليه اعطاء اللقاح ستكون اكبر من العمليه الانتخابيه بحسب وزير الصحه، ومن المتوقع بدؤها خلال يناير المقبل مع اخذ كل مواطن او مقيم اللقاح مرتين خلال الشهر. من الكويت شاهد المتروك العربيه. تناقل رواد مواقع التواصل بشكل كبير منذ مساء أمس فيديو سقوط الفنان محمد رمضان من على المسرح في مهرجان الضيافة في دبي، وبعد انتشار لقطات مأخوذة من زوايا مختلفة أعاد رمضان نشر واحد من المقاطع على موقعه الرسمي في إنستغرام، وأضاف عليه إحدى أغانيه الشهيرة وأرفقه بتعليق ثقة في الله ما يقع على الشاطر ما يقع على الشاطر. ممكن نكون حسدناك برضو على فكرة. سلامتك حبايبي. ما يقع على الشطر يا محمد والله طحة جامدة بس قوية. أيوة. يعني قوية بس عادي كلها منوع. أنا لما بقى بضحك على نفسي قبل ما حد يضحك علي عادي. طيب ننتقل طيب نذهب إلى الخبر التالي. وجهت عائلة نجم كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا اتهاما بالقتل غير المتعمد لطبيب الأسطورة مارادونا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية. وذكرت صحيفة باخينا 12 الأرجنتينية أن وفاة مارادونا كانت بسبب تناولها أحد العقارات المهدئة، ما أدى إلى حدوث غيبوبة دوائية، بينما صرح أحد أقارب مارادونا بأن الأخير تناول الكثير من المشروبات الكحولية خلال اليوم ذاته،
وكانت محكمة أرجنتينية أمرت بتفتيش منزل وعيادة طبيب النجم الراحل دييغو مارادونا للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم. وقد دافع طبيب الأعصاب الذي رافق دييغو مارادونا إلى المستشفى عبر أو يعني عن براءته، مؤكدا أن الأخير توفي بسكتة قلبية بسبب الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته. لا يوجد إهمال طبي ولا حتى ما يقولونه عن مرضه. كان لدييغو حدث عرضي تسبب في نوبة قلبية لمريض لديه بعض المشاكل الصحية، وهو الشيء الأكثر شيوعا لموت المريض بهذه الطريقة للأسف. كانت حقيقة يمكن أن تحدث قبل أو بعد ذلك. عوني حلبي نحات فلسطيني يرى الأشكال الفنية في تعاريج الصخور الصماء فيحولها إلى أشكال ومجسمات تعكس موهبته وذائقته الفنية. أعماله تزين مداخل البلدات العربية وتروي الحكايات الشعبية التاريخية وتنطق وهي صامتة في صخورها. الزميل خالد القاسم زار النحات عوني حلبي معروف بأبو توفيق وعد لنا التقرير، التالي نتابع. أبو توفيق يصارع الصخر لينحت فيه ما يفيد البشر، فهذا الحجر في طريقه ليصبح مغسلة. في دالية الكرمل في الشمال يمارس عوني حرفته التي بدأت هواية. من أنا ولد صغير، من أنا عمري 5 سنين أعشق هاي المادة، أعشق مادة الحجر. في طفولتي حتى اليوم أولاد صفي من صف إسلام من 40 سنة لليوم بذكروني في أيامات لما كنت دور على أحجار، دور على المناظر، على الأشكال الربانية الموجودة في الحجر. أنا بقدس الحجر لأنه معطيني منبر لعبر عن حالات معينة أنا عايشها واللي غير بعيشها، كان شيء معين، كان ثقافية. احتراف تنطيق الأصم وتجميل الجمود بجهد جبار وأدوات بسيطة ينتج ما نراه الآن من تحف تشعر كأنها تحكيك وتحكيك. موضوع البنقيك مش أنت بتنقي، وعمليا لما بتبلش في عملية تحليل بينك وبين العمل أنت بتفوت في عملية بين توازن واتزان ما بين الدين وبين الفن. أعمال عوني تتحدث عن فنه وتزين الأماكن العامة، فكل تحفة هنا تروي الحكاية الشعبية رغم أن أصلها أصم. هنا تولد المعجزات، فالحجارة تنطق والصخور تتحول إلى أشكال فنية. أقل ما يقال عنها إنها قصة ولدت من العدم، لكنها هي أصل الرواية. من دالية الكرمل في الشمال، خالد القاسم، العربية. أهلا بكم من جديد. يعد صفاء البشرة ونضارتها مطمح كل شخص، لذلك فإن ظهور المسام الواسعة في الوجه والأنف أمر مزعج للغاية، وخاصة لذوي البشرة الدهنية والمختلطة، نظرا لتأثيره على صفاء ونقاء البشرة. فكيف يمكن أن نعالج مشكلة المسام الواسعة، وما هي الطرق المختلفة للحد من ظهورها والتغلب عليها للحصول على بشرة أكثر جمالا وإشراقا؟ وللمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور عماد حمدي، أخصائي الأمراض الجلدية. صباح الخير دكتور عماد. سعد صباحك. مثل ما قلنا في المقدمة قبل ما نتكلم على العلاجات وكذا، نبغى نعرف منك أول شيء دكتور عن أسباب هذه المشكلة، مزعجة طبعا للكثيرين. المسام بشكل عام هي عبارة عن الغدد الدهنية اللي بالبشرة، بتكون أكثر حاجة منتشرة في منطقة الأنف والمنطقة بتاعت الخدود، وبالتالي هي عبارة عن وسيلة الجلد انه بيتنفس وبيطلع افرازات دهنية على حسب الليفل او على حسب البشرة، من الجافة الى الدهنية بتزيد الافرازات الدهنية دي وبالتالي بتوسع المسام. ليها كذا سبب، من اكترها تعرض للشمس كتير، عدم ترطيب البشرة بشكل مستمر، عدم اهتمام بالبشرة. طيب عدم الاهتمام بالبشرة يعني انه احنا مثلا ما بننظفهاش كويس، بنستخدم بالنسبة للبنات طبعا يعني مواد تجميلية غير مناسبة للبشرة، ما مش التقشير من فترة لأخرى، يعني قلنا ايه الطريقة اللي احنا المفروض نهتم فيها؟ حاضر. الغسول بشكل عام لما يكون مش مناسب بيعمل بيخلي المسام تفضل باينة، عدم وضع واقي الشمس، لان هي لما البشرة بتنشف وبالتالي هي بتضطر انها تعوض ده بانها تطلع افرازات دهنية كتير عشان ترطب البشرة،
عدم استخدام المقشرات الغسول اللي في الغسول، عدم إزالة الميك اب بالتونر، عدم غسيل الوش طبعا at least twice per day يعني صباحا ومساء. كل الحاجات دي بتأدي إلى ظهور المسامات الوسع. هل في عوامل مؤثرة تسبب المسامات؟ يعني مثلا أخذ أدوية معينة، هل الهرمونات تلعب دور؟ أكيد الهرمونات لها دور كبير، أدوية طبعا، بس أنه إحنا ممكن نعالج الموضوع ده كله بأدوية بسيطة جدا زي مثلا الأيزوتيتينوين اللي هو الدواء الشائع روأكيتين، بس ما فيش داعي ان احنا نوصل للموضوع ده الا الناس اللي عندهم حب شباب وبيعانوا من البشره الدهنيه. بس بشكل عام غسول البشره صباحا ومساء، استخدام التونر، وضع واقي الشمس، ترطيب البشره، عمل علاجات بسيطه جدا، سكراب مرتين ثلاثه اسبوعيا. طب التقلبات الهرمونيه تلعب دور؟ لازم ساعتها يتعالج اذا في مرض مسبب ليها مثلا، ساعتها لازم تعالج الحاجات دي، لانه قد ما تفضل تعالج في البشره مش هيتحسن. طيب المسامات الواسعة ممكن تتطور وممكن توصل لمثلا حب شباب، بثور سوداء، بلاك هيدز؟ يس طبعا، لان هي عبارة زي ما قلت في الاول هي افرازات دهنية، وبالتالي لما بيترسب عليها التراب او لما بالضبط وبتعمل لنا البلاك هيدز، وبالتالي الفيشيال اللي هو التنظيف البشرة العميق على الاقل يتعمل مرة كل 4 لـ 6 أسابيع، غسول مناسب، تقشير كويس للبشرة في البيت، وإذا ما فيش حلول من كده ساعتها ممكن نعمل علاجات زي المايكرو نيدلينج أو الليزر، أو في أنواع ليزر كتير نقدر نعالج بيها البشرة دي. طب الوراثة هل لها دور؟ يعني يقولوا أنه مثلا إذا كانت الوالدة الأم يعني الموجودة في العيلة يعني أكثر حدوثا بشكل عام هي حتورث طبيعة البشرة. البشرة الدهنية المسام فيها بتكون أوسع لأن إفرازاتها الدهنية بتكون أكتر، قد ما الست هتفضل مثلا تحط فونديشن أو كذا هتلاقيها برضو لسه باينة. طب عايزين نحللهم، يعني احنا مش عايزين نصعب الأمور ونحسسهم أنهم مفورطة. خلينا نفهم منك دكتور، يعني ذكرت الليزر كذا جلسة ممكن تحل الموضوع، هل يعني هتحل الموضوع جذريا أم يعني تخفف يعني بتسيطر تعمل كنترول على الموضوع؟ المسام بشكل عام هي منفس الجلد، الجلد بيتنفس عن طريق الإفرازات دي، ما ينفعش نقفلها تماما لأنه إذا قفلناها تماما هتعمل لنا الأكني أو اللي هو حب الشباب، وبالتالي احنا عاوزين نحسن المنظر بتاعها. نحسن المنظر ازاي؟ بالاهتمام بالحاجات دي، حاجات في البيت، علاجات منزليه، غسول، تقشير، سكراب. في ناس تقول لك وصفات طبيعيه، احط الطين واحط بيض على عسل والخلطه دي اللي احنا بنعملها. الطين اللي هو الجود كلاي ماسك، يس ممكن يعمل يفيد شويه في حاجه زي الهندي كانه صح كده كذا نوع من الطين، بس انه الحاجات الثانيه بقى البيكنج سودا والكلام ده نو. الاهتمام بالبشره بالتنظيف البشره لازم يكون باستمرار. علاجات البشرة هتصغر، كل ما تصغر كل ما كان الشكل أحسن. ترطيب البشرة ده ضروري، حتى مش بس بشرب المية، حتى بال طب نتكلم على العلاجات أكثر يعني بتفاصيل أكثر، أجدد الأشياء يعني في عندنا الليزر وعندنا التكشير، تنصح بإيش؟ حاليا كلمة ليزر ده مطلق مصطلح عام يا أحسن حاجة اللي هو الفراكشنال ليزر أو الإربيوم ياج ليزر، أنواع ليزر معينة بتحفز الكولاجين بتاع الخلايا بتاع الجلد، وبالتالي نعملها شرينكينج ان ذا سايز وبنصغر حجم المسام. المايكرو نيدلينج واحد من اسهل الحاجات ويت فيري افكتيف وفعال جدا في علاج المسام. كم جلسه يعني تقريبا بتصغر حجمها فعلا وبترجع لطبيعتها، ولا يعني بنحاول نقلل شويه؟ لا بتصغر حجمها، بترجع الحجم الطبيعي، لان هو رياكشن من الجلد ان هو بس بيعاوز يفضل يرطب. في ستات تقول ان انا مش هحط مرطب لان انا بشرتي دهنيه، بالعكس هي اصلا بشرتك دهنيه لان هي بتحاول تعوض النقص في الترطيب. رطبي بشرتك وواقي الشمس، تعرض طبعا للشمس. طب تقريبا بعد كم جلسة خلينا نقول مثلا واحدة بدأت بهذه الجلسات بعد كم حسب هي جلسة. حالتها قد ايه، حسب هي بتهتم اصلا في البيت ببشرتها ازاي، ما ينفعش مثلا تقريبا تكون بشرتها مدم يعني في 6 شهور اذا واظبت على وذن طبعا 3 لـ 4 شهور بتحس بفرق كويس قوي او في التحسن في الاول. بعد 6 شهور طبعا اذا هي التزمت بالعلاجات المنزليه وكذا طبعا بيفرق معها، بتتحسن بنسبه 70-80%. والتقشير الكيميائي كم مره ممكن تعمله؟ ده على حسب هي حاليا، احنا في شرق اوسط، احنا بلاد عربيه، احنا التقشير الكيميائي بجد اللي هو هيتعمل صح هيكون اجريسيف قوي، فلازم يتحضر قبليها. التقشير اللي هو السطحي السوبرفيشال ده اللي هو اوكي ممكن تعمل جلسه كل اسبوع او 2، بس برضو ده لا يتعدى ان الجايبه
مقشر كويس حلو في البيت تستخدميه صباحا ومساء في الغسول يعني، او انك تقشري تعملي الماسك سكراب اسبوعيا. بس العامل الاساسي هو اختيار المكونات التي تناسب البشره والاهتمام بها بشكل يومي اساسي. طيب نشوف الاسئله من متابعينا على موقع التواصل. يسعد صباحكم، وايش افضل علاج سواد اليد بعد الاكزيما؟ إذا هي من الإكزيما وعملا له زي إريتيشن فيها حكة فيها كده، ساعتها لازم يحط أول حاجة مرطبات لأنه يوقف الفريكشن، يوقف الإريتيشن الحكة، وبعدين هتلاقيها تتحسن لوحدها لأنه ممكن تعمل طبقات الجلد لما بتزيد بتعمل زي شوية إسوداد أساساً. طيب نشوف استفسار آخر. كيف نقدر نشيل اللحميات الزائدة بدون تدخل جراحي؟ بالليزر. كان في ناس بالفتلة بي ده الحمد العلم البسيطة خلص يس مظبوط فتلة بس انه الليزر بشكل عام انه هو لو مش عاوز يعملها جراحين بالمشط هو نفس الليزر وسهلة جدا وبتحسن جامد بتروح بسرعة. نذهب الى السؤال الثالث. اسأل عن اسباب تكسر الاظافر وخاصة لدى الاطفال، وما العلاج؟ إذا فيها أي سبب لنقص فيتامينز معينة ساعتها حيعمل كذا فيتامين A أو الE. فيتامين D كمان بيعمل الحاجة دي اللي هي بريتل نيلز. لازم تعمل تتأكد أنه الطفل ما عندوش أي مشاكل وبعد كده نقدر نشوف العلاج الأنسب ليها. طيب في أسئلة تانية ولا خلاص؟ صباح الخير دكتور، ممكن علاج القشرة غير الشامبو؟ غير الشامبو وال ساعتها إذا هي إفرازات دهنية كتيرة ساعتها ممكن يأخذ اللي هو الأيزوتريتينون اللي هو الدواء اللي كلنا أخذناه تقريبا بطريقة غلط. خل دكتور أيوة فعال يا أسد، هي دي الفكرة، هي أسد احنا عاوزين نقلد بس إنه يعني أنا ما بنصحش بالحاجات دي دائما لأنه بيسوء استخدامها. الستات أغلبهم بتسيء استخدامها، بيزودوا بيفتكروا إنه كل ما يزودوا هيكون النتيجة فعالة. يس مزبوط. بس هو عشان في ناس تبغى خلاص حل يعني جذري للموضوع. يا رأيك أيزوتريتينون. طيب نشوف أسئلة. أوكي يبدو أنه الأسئلة انتهت وانتهى وقتنا. أوكي. دكتور شكرا على وجودك. شكرا لك وشكرا معنا الدكتور عماد حمدي أخصائي الأمراض الجلدية. شكرا. شكرا. أعلنت شركة ألمانية متخصصة في فنون الطهي عن تقديم وجبات عشاء فاخرة لأصحاب سيارات السكن المتنقلة في خطوة لكسر جمود فترة الإغلاق التي ستستمر حتى نهاية يناير المقبل. الإغلاق ليس نهاية الطريق بل فرصة ربما لأفكار جديدة تنقذ أعمالا صغيرة وتضمن لموظفين أكفاء مصدرا للدخل. هنا في ألمانيا وجدت مدرسة للطهي طريقاً بديلاً بعد الإغلاقات التي فرضت على المطاعم بسبب كورونا. أعضاء المدرسة ومدرسوها المتمرسون في فنون الطبخ والتقديم باتوا يعرضون خدماتهم لتقديم وجبات عشاء فخمة وبسعر معقول لأصحاب سيارات النقل المتنقلة الكرفانات. يمكن توظيف المزيد من الأشخاص للعمل معنا لأننا أصبحنا نقدم الوجبات لعدد كبير من الزبائن ونريد أن نجعل الناس أكثر سعادة. الزبائن بدورهم وجدوا في هذه الفكرة متنفسا يعوضهم عن عدم قدرتهم على استخدام سياراتهم في السفر والتجول في ربوع أوروبا كما اعتادوا قبل الحظر. وكلما فكر زبائن مدرسة الطهي بتناول وجبة عشاء فاخرة توجهوا بسيارات السكن المتنقلة لديهم إلى استراحات مخصصة ليتسلموا وجباتهم المختارة مباشرة من العاملين هناك بشكل آمن بعيداً عن إمكانية التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وها هم يتمتعون بأجواء قريبة من أجواء المطعم نفسه حيث أغطية الموائد تعلوها الأطباق والأكواب الحقيقية مضاءة بالشموع. جاسم محسن، العربية. يواجه الكثيرون فوبيا لقاح كورونا أو رهاب الخوف من أخذ اللقاح بشكل عام، إذ يرون أنه لم يتم اختباره بشكل كافي. معدلات رفض التطعيم في الولايات المتحدة وبريطانيا اقتربت من 30%. فما هي أبرز أسباب رفض التطعيم وكيف يمكن أن نعالج مشكلة الرهاب أو الخوف من اللقاح؟ للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور عمرو عادل استشاري نفسي. أهلا بك معنا دكتور في صباح العربية من جديد. يعني أجواء ضبابية زي ما بيقولوا وراك
جو برد عندكم في مصر. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. هي الاجواء ضبابيه عشان الجو برد طبيعي جدا يعني. اهلا بيك دكتور. يعني عدوى انفعاليه تصيب الجماهير جراء الشعور بالخوف والقلق حول لقاحات كورونا التي ستطرح في القريب العاجل ان شاء الله، بنستناها كلنا. يعني ما هو السبب هذا الخوف والذعر من اللقاحات وتشكيك في صحتها وفعاليتها؟ هو طبعا في البدايه زي ما انت تفضلت وقلتي ان هي في عدوى انفعاليه بتحصل، يعني ممكن يكون الانسان ما عندهوش رهاب من الموضوع، ولكن هو بيعمل حاجه زي المسايره الاجتماعيه، هو بيساير الاخرين بعدوى انتقلت ليه. العدوى عدوى فكريه او عدوى نفسيه، اللي هو شخص قلقان فابتدى يبص الخوف والرعب في قلوب الاخرين ان ده لقاح لسه لم يخضع للتجربه او لم يمتن بشكل جيد، فربما يكون في بعض الخلل، فلا اللي هو نصبر شويه وما لناش علاقه، يعني كتحريض بشكل او باخر ان لا نبعد عن ان احنا ناخد اللقاح ده لغايه لما يعني تثبت كفاءته بالتجربه على مجموعه اخرى غيرنا احنا. أيوة. فغيرنا احنا دي بتشمل عده بقى، يعني مجموعه كبيره من الناس، ان كل واحد بيقول الا احنا بعيد عننا، هم يجربوا الاول. ف بعيد عننا بالظبط، لو عايز يشوف النموذج ده مجرب على غيره. طب هو مين غيره؟ لو افترضنا ان انت الشخص الوحيد اللي في العالم ومفيش غيرك، وهو اللقاح ده يا اما في فيروس قاتل هيصيبك لا قدر الله يعني بوباء قاتل ومفيش غير اللقاح ده، انت هنا في حاله اضطرار ان انت تاخد اللقاح. فدي فكره اولى. الفكره الثانيه هي الامان الشخصي اللي عند الانسان، اللي هو مش عايز اللقاح لان هو شايف ان هو مرت الازمه بسلام عليه، الوباء ما اثرش فيه، لم يصب منه باذى، فبيقول لك انا والله الحمد لله زي الفل، مفيش مشكلة بالنسبة لي، فمش في حاجة ان انا اخد اللقاح دلوقتي اصلا، لان هو اللقاح يعني بيكون حاجة وقائية مش حاجة علاجية. ايوه. انا هاخده عشان ما يجيليش الفيروس، لا ما انا ستيل ما جاليش الفيروس. فده جزء تاني اللي هو جزء الامان الشخصي اللي بيخلي الانسان يتقاعس، او كتير من الناس تتقاعس او ترفض، ما هو مش متقاعس بس، هو بيرفض تماما ان يجرب عليه هذا اللقاح. طب هذا الخوف هل يعتبر طبيعي ولا ممكن يكون مؤشر مثلا في قلق زيادة، في يعني في شيء غلط، في خلل، ولا هو خوف طبيعي بما انه اللقاح يعتبر جديد؟ احنا اتكلمنا من قبل يمكن عن القلق، لما جينا نتكلم عن القلق قلنا نقطة مهمة جدا، ان القلق هو شعور طبيعي عند الانسان، والقلق بيحقق امان للانسان في اشياء كتير جدا من حياته، يعني هو فطرة عنده ان هو يكون عنده شيء من القلق تجاه اشياء كتيرة جدا في حياته، ده بيحقق له الامان فعلا. لكن القلق لما يكون زايد يوصل لمرحلة الفوبيا او يوصل لمرحلة الرهاب، دي بتبقى كارثة، وممكن تبقى كارثة أكبر لما يكون مجموعة من الناس بيشتركوا في التخويف أو في القلق فبيتقاعسوا عن فعل جماعي، هنا بيبقى العقل اللاواعي الجماعي هو اللي بيتحرك، ودي أزمة كبيرة. اللقاح ما فيهوش أدنى، يعني إحنا بنقول ليه القلق؟ لو هو مش مفيد أو مش هيكون وقائي من فيروس زي كورونا فمش هيكون مضر في أي شيء، دي أدنى مراحله. القلق والرهاب اللي عند الناس يحتاج توضيح، أحياناً المسؤول أو المختص أو الميديا يعني جزء منها بيصدر للناس اللقاح بشكل يخوفهم، فيقولوا احنا أجرينا مجموعة من الأبحاث على مجموعة من الفئران مثلا أو الخنازير أو كذا أو كذا، فهو مش فاهم، أو مجموعة من الحيوانات، معلش تبنزل للمستوى واحدة واحدة وفهمهم بتفاصيل. أيوة. ما تنقلش لقاح من حيوان لإنسان مباشرة، فيقول لك هو أنا هيستعيدوا عن الحيوان بينا كعمر مثلا. حتى دكتور في أقاويل وكلام كتير حول هذه اللقاحات بما أنه هي جديدة وتحت التجربة حتى الآن، يعني في أقاويل تنتشر عبر شبكة الإنترنت وتكون مغلوطة، تحدثنا عنها كثيرا مع بعض المختصين. طيب يعني كيف تفسر هذه الشكوك والمخاوف رغم أنها يعني دايما بيكون في يعني خوف من يعني من الداء ليس من الدواء، أن نقدم حل لهذه المشكلة؟ ليه إحنا خايفين؟ احنا خايفين علشان زي ما انت قلت كده في اعلام موازي، اعلام فيسبوك او سوشيال ميديا مش اعلام مدروس او طالع من مختصين، زي جروب الامهات اللي بيبقى على الواتساب فتلاقيهم بيصدروا كل شويه، في مره ضافوني لجروب من الجروبات دي عشان اتابع اولادي، فلقيت كل شويه اخبار ملهاش علاقه بالواقع، فبيعملوا حاله من الاستنفار الداخلي لامور مش موجوده على ارض الواقع، ده الوزير قال كذا، لا قال كذا، ففي قلق. فالسوشيال ميديا ما هو الا جروب برضو مجموعه من السيدات والرجال اللي عندهم
مجموعة منهم عندهم فراغ قاتل، الفراغ ده بيخليهم يركزوا ويسلطوا الضوء على النقطة السلبية في كل شيء ويصدروه، فبيصيب الجماهير بقلق. لو يعلم كل إنسان إن الكلام اللي بيصدره السلبي في كل نقطة قد إيه هيأثر سلبيا في ناس قد تكون في أمس الحاجة للقاح وهيتقاعسوا عندها أو هيترددوا أو هيخافوا مش هينطق ده. إحنا قدام ميديا مختلفة، أنتوا يعني ما بتناقشوا ده، دوركم التوعوي هنا بيظهر بوضوح جدا أنكم بتجيبوا مختصين يتكلموا في النقطة دي ويتكلموا أن لأ إحنا في تجارب شغالة، والمواطن نفسه بيقلق من الفكرة التسويقية، يعني عايزين نسلط الضوء على دي أكتر. هو قال أن هو يكون سلعة تباع وتشترى، اللقاح بالنسبة له هو شيء علشان يجرب عليه أو علشان يشتريه، هو بيدفع فيه فلوس وموارد بعد فترة يلاقي أن اللقاح ده غير فعال أو نتيجته مش عالية، فابتدى يبقى في نتيجة أقوى للقاح آخر فبينزل، فبيخاف أنه يكون مستهلك لسلعة بيدفع ثمنها وبعد كده بيصدر غيرها. أيوة. ده راجع لتطمين المختصين اللي بيطلعوا يتكلموا أن يشرحوا الأمور باستفاضة وبشفافية. ده اللي بيطمن الناس وبيشيل الرهاب والقلق وبيخلي عندهم إقبال الفكرة أنهم يأخذوا اللقاح. يعني حتى هي الفكرة من اللقاحات، هم الناس كمان في ناس خايفين أن المواد الكيميائية اللي محطوطة في اللقاح مش عارفين عنها، في ناس كمان تعتقد أن هذا كورونا كله وهمي، فعشان كده أصلا رافضين موضوع اللقاح أساسا. علشان في شائعة من أول ما ظهر كورونا أن ده فيروس مصنع، فطبيعي جدا نسمع شائعة أول ما يظهر اللقاح إن هذا اللقاح أو اللقاح المصنع اللي عمل كورونا هو اللي عمل اللقاح. دي أمور في شتى مناحي الدنيا في كل المجالات بنلاقي دايما أي حاجة بتظهر جديدة المرء عدو ما يجهل، ونظرية المؤامرة أحيانا تسيطر على الشخصيات التي تصاب بالرهاب أو الشخصيات اللي عندها قلق ومخاوف ووساوس، لا سيما مجموعة من الأمهات. يعني أيوه بتتكلم نعم. حتى في البيوت الأمهات اللي عندها مخاوف على أبنائها فتلاقيها تقول لك لا ده في قلق، ده هم بيحاربونا أو دول بتحارب بعض بكورونا، لما يصدر اللقاح فيقول لك هم نفس الدول أو المنظمات أو الهيئات عملت الدواء. فلا احنا لا لنا علاقة بالفيروس نفسه ولا لينا نعم. علاقة باللقاح. فده الدور التوعوي الكبير اللي هو عبئه على حضراتكم انتم مرحبا يا دكتور، مشكورين عليكم عبء انكم توضحوا للناس الصورة بالمتخصصين اللي يوضحوا الفكرة نفسها وباستفاضة بسيطة توصل. واحنا من الناس دي يعني احنا كمان لازم نفهم عشان كمان نوصل الرسالة بالشكل الصحيح. شكرا جزيلا لك. هتاخدي اللقاح يا مروة ولا هترفضي تاخديه؟ اكيد طبعا انا اول الناس مع جوري بنتي. الدكتور عمرو عادل استشاري نفسي، شكرا جزيلا لك. شكرا. هتاخدي اللقاح يا رشا؟ طبعا معايا؟ روح سوا. في فقرة صور دوت كوم لليوم نستعرض لقطات لأجمل المناطق والمعالم السياحية، هذه المرة في اليابان، نتابع. عرق النساء تبدأ آلامه من جذور الأعصاب في الحبل الشوكي القطني في أسفل الظهر، مما ينتج عنه صعوبة في الوقوف وشعور بوخز في الساق، ويمكن لنا أن نتعرف على بعض التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل والتي تساهم في تخفيف الألم الناتج عنه في الأرداف والساقين والقدمين.
للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض اختصاصي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني. أهلا بك ثامر معنا من جديد في صباح العربية، يسعد صباحك. ويمكن دايما بنسمع عن عرق النساء، الناس كتير بيشتكوا منه ولكن ما بنبقاش عارفين تفاصيل هذا المرض، بما أنه الحمد لله لسه لم تحدث إصابة بهذا المرض. خلينا نفهم منك ما الذي يشعر به المريض، يعني دائما بيقولوا أنه في ألام في القدم. أهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير وعلى جميع السادة المشاهدين. طيب بالنسبة لألام عرق النساء، هو يعتبر عرض وليس مرض لأمراض معينة تكون زي في الظهر أو حتى في الورك. الأشياء اللي تسبب هذا الألم أو هذه الأعراض هي مثلا أول شيء ممكن يكون في تآكل في الغضروف، أو ممكن يكون في خروج في الديسك أو الغضروف على ويضغط على العصب المغذي. العصب طبعا هذا موجود من أسفل الظهر ويغذي من الورك ونازل على تحت إلى الأقدام. برضو في أشياء ثانية ممكن نواجهها في حياتنا اليومية وأكثر شيوعا، اللي هي مثلا الشد أو ضعف عضلات الورك، والشد اللي موجود في هذه العضلات ممكن يعطيك آلام مثل آلام عرق النساء، فينزل الألم من الورك إلى أسفل القدم. طبعا متى تكون هذه الشد، متى يجي هذا الشد في العضلات؟ ممكن أحيانا بسبب الجلسة على جهة واحدة لفترات طويلة. أحيانا كثير من الناس نشوفهم اللي يجلسون لفترة طويلة على نفس القدم أو على نفس الجهة، مثلا على جهة اليمين، احيانا يحسون بهذه الاعراض، يقول لك احس من الالام من الورك ونازله شوي على الفخذ من تحت، او احيانا احس بخدران وتنميل في هذه المنطقه. فالشد في هذه المنطقه او ضعف عضلات الورك ممكن يعطيك هذه الاعراض، بالاضافه الى الاشياء اللي ذكرتها في البدايه اللي هو الديسك او حتى التاكل في غضاريف. ممتاز. طيب ثامر، كيف نقدر نفرق ما بين هذه الاعراض واعراض الالام الثانيه؟ هل لازم يستمر مثلا كذا يوم ولا كذا ساعة؟ يعني كيف نقدر نعرف أنه هذه فعلا ألام لعرق النساء؟ طيب أول شيء إذا كان عندك بعض الأعراض الإضافية لمثل هذا الألم، مثلا لو كان عندك ضعف في عضلات، يعني فجأة حسيت بضعف في الأطراف السفلية أو حسيت بصعوبة في الإخراج، هنا مباشرة لازم تتوجه لطبيب العمود الفقري. طيب كيف نفرق بينهم بأشياء إضافية؟ إذا كان التنميل بشكل مستمر وما يخف التنميل عندك، بالعكس جالس يزيد التنميل، هنا لازم تراجع المختص. إذا كان فقط مجرد ألام تنزل ومتقطعة، هنا نقدر بالفحص السريري، نقدر نسوي فحص سريري بدون ما نسوي أشعة، يعني قبل ما نسوي الأشعة مجرد الفحص السريري ومجرد الشكوى اللي يشتكي منها المريض، هنا نقدر نفرق بينها وبين المشاكل الثانية، يعني نقدر نطلع بتشخيص صحيح. لكن إذا كان في وجود لأعراض صعبة مثل ما ذكرت، ضعف في العضلات أو ضعف في الأطراف السفلية أو صعوبة في الإخراج، هنا لابد أن نحول المريض إلى طبيب العمود الفقري، بحيث أنه نشوف لو كان في أي مشاكل صعبة أو كان في أي مشاكل قوية في هذه المنطقة. لكن زي ما ذكرت غالباً أغلب المشاكل اللي تسبب هذا الألم أو عرق النساء، أو خلنا نسميها الأعراض، هذه هي مشاكل عضلية في عضلات الورك أو حتى ممكن تكون في أسفل الظهر، هذه الأكثر شيوعاً. في ناس يكون عندهم يكون عندهم تآكل في الديسك أو عندهم خروج في الديسك، فيكون ضاغط يضغط على العصب ويسبب لهم هذه الأعراض. وكل أغلب معظم الناس اللي يشتكون من هذه الأعراض أغلب علاجهم هو علاج تحفظي. نعم. بناء على العلاج الطبيعي والتمارين، بالإضافة إلى إذا كان الألم شديد بعض الأدوية اللي ممكن تخفف الأعراض. طيب ثامر، يعني الأجهزة، قبل أن ننتقل إلى التمارين ونشوفها سريعا عشان الوقت، الأجهزة التي تستخدم للعلاج الطبيعي زي الألتراساوند وهذه الأشياء المحفزة لها يعني أثر إيجابي أم فقط التمارين هي التي تعالج الحالة؟ لا، بالنسبة لمثل هذه الأعراض وهذه المشاكل الأفضل أن نركز في التمارين العلاجية، وممكن يحتاج المريض إلى العلاج اليدوي باليد على بعض العضلات والمفاصل. هنا هذا العلاج فعال بشكل كبير من الأجهزة ومن الكهرباء. طيب يلا نشوف التمارين ثامر معك. ممتاز. طيب بنبدأ في بعض التمارين. التمرين الأول بنطبقه من وضعية الجلوس، هو فقط بنبدأ نسوي إطالات للعضلات الموجودة في الورك واللي ترتبط فيها أو يرتبط فيها عرق النساء. التمرين الأول راح نخلي رجل على رجل، لو كان الشكوى عندك في الجهة اليمين مثلا عندك هذا الشد أو هذا الألم، مباشرة بنشد الظهر بالشكل هذا، بنضغط باليد على الركبة اليمين، وبعدها راح نبدأ ننزل
على تحت مباشرة بتحس بإطالة أو بألم الشد في الورك اليمين وبنثبة 15 ثانية تقريبا. ممتاز. وبعدها بنرفع، أهم شيء الشد ما يكون شديد جدا، نثبت على شد متوسط 15 ثانية ونكرر التمرين 3 مرات. بنطبق بعض تمارين الإطالة اللي ممكن نطبقها، وبعدها راح نتكلم عن تمارين التقوية عشان نحاول ان نقلل من حدوث الألم، من حدوث هذا الألم مرة ثانية. التمرين الأول راح نطبقه، لو نفترض انه عندي الألم في الجهة اليسار، راح ننام على الظهر بهذا الشكل، وراح تمسك بيدينك الثنتين الفخذ من الخلف، وبعدها راح نشد القدم بهذا الشكل وبنرفع إلى فوق إلى أعلى شيء تقدر عليه مباشرة وتنزل. 1 2 وبنكرر هذا التمرين 10 مرات طبعا، وأنت رافع راح تحس بشد في المنطقة الخلفية كاملة. هذا التمرين نسوي فيه زي الإطالة على العضلات والعصب. التمرين إضافي راح نسوي إطالة لعضلات الورك بهذا الشكل، إذا كان تشتكي من الجهة اليسار راح تمسك بيدك اليمين الركبة وراح نحاول نطلعها على الجهة المعاكسة اللي هي الجهة اليمين. مباشرة راح نبدأ نحس بالشد في هذه المنطقة، نثبت 15 ثانية ونكررها من 3 إلى 5 مرات عشان نقلل من حدوث الألم ثاني مرة، وغالبا يكون بسبب ضعف في عضلات الورك. نعم. راح نطبق هذا التمرين، راح نثني الركبتين بهذا الشكل، بنرفع الحوض مباشرة، راح نحاول نشد من عضلات الورك، بنثبت 5 إلى 10 ثواني. نعم. وبعدها ننزل. شكرا. التمرين 10 مرات. ولو حبينا ان نركز على جهة، للأسف احنا وقتنا انتهى، بس نود ان نشكرك على وجودك معنا من الرياض، اخصائي العلاج الطبيعي. أوكي. ثامر الشهراني، شكرا على وجودك معنا. شكرا يا ثامر. العفو. العفو. أهلا بكم. وقف لاعبو نادي برشلونة وأوساسونا دقيقة صمت حدادا على أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، وذلك قبل مباراة الدوري الإسباني على ملعب كامب نو. ووقف اللاعبون على الدائرة المركزية محيطين بقميص برشلونة وعليه الرقم 10، وهو القميص الذي كان يرتديه مارادونا عندما لعب في صفوف النادي بين عامي 1982 و1984. طالب وزير الثقافة البريطاني نتفليكس بالتوضيح بأن مسلسلها الناجح The Crown الذي تدور أحداثه حول العائلة الملكية لا يمت للواقع بصلة، تفاديا الالتباس لدى الجمهور. وذكرت صحيفة ميل أون ساندي أن الوزير سيطلب رسميا من الشبكة إضافة تحذير في بداية كل حلقة يشرح للمشاهدين أن قصة العمل هي من نسج الخيال. في لوس أنجلوس أظهر أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون أن العمر لم يسرق قوته كبطل سابق للوزن الثقيل بعد عودته التي طال انتظارها إلى الحلبة، إذ واجه تايسون البالغ من العمر 54 عاما بطل العالم السابق روي جونسون 51 عاما في لزال استعراضي من دون فائز رسمي. احتفلت حلبة التزلج على الجليد الروسية الشهيرة في الميدان الأحمر بعيدها 15 بحفل افتتاح ملون على الرغم من انتشار جائحة كورونا. فحلبة التزلج تعد إضافة موسمية إلى الموقع الشهير، ومن المتوقع أن تعمل حتى الأول من مارس من هذا العام، لكنها ستشهد إقبالا أقل من المعتاد لعشاق التزلج بسبب الجائحة وفقا لملاحظة على موقعها الرسمي. توفر واحة للطيور الطنانة مساحة راحة من ضغوط المدينة الكبيرة للسكان في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث افتتح ممر على تل واقع في محمية الغابات شرق المدينة يبلغ طوله 300 متر يحتوي على 115 نوعا من الطيور، يمكن لأي شخص القدوم والتخلص من الإجهاد عبر مشاهدة الطيور وسماع أصواتها وتصويرها. يتم عرض أنواع نادرة من الخضروات بما في ذلك القرنبيط الأرجواني في معرض الصين الدولي 18 للتجارة الزراعية الذي يقام حاليا جنوب الصين. أكثر من 80,000 نوع من المنتجات الزراعية بما في ذلك الخضروات النادرة مثل القرنبيط الأصفر والبرتقالي والأرجواني تتواجد في المعرض والذي يستمر لثلاثة أيام. إذن فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.
يستبشر العالم خيرا بعدد كبير من اللقاحات طرحت في الفترة الأخيرة على أمل إنهاء هذه الأزمة أزمة كورونا. وقد تطوع الكثيرون لأخذ هذه اللقاحات من دول مختلفة، من بينهم الطبيب التجميل اللبناني نادر صعب الذي خضع للقاح ضد فيروس كورونا في الإمارات، وهو بذلك يعتبر أول طبيب لبناني يلجأ إلى أخذ اللقاح الصيني. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور نادر صعب. يسعد صباحك دكتور نادر. يسعد صباحك دكتور. نهنيك ما شاء الله على الشجاعة دكتور. نبغى نعرف منك تفاصيل أكثر، يعني الناس كتير خايفة تأخذ هذا اللقاح، نسمع منك تجربتك في أخذ اللقاح الصيني. اليوم رشا بقول أنا نحن عايشين بزمن الكورونا، يمكن كتير من الناس دمرت حياتهم، وقف شغلهم، الاقتصاد كله عم يتدمر، لابد من مواجهة هالفيروس بطريقة ما، وهيدا يمكن تحدي كبير علينا فعلا أنه نخوضه. المرض عم بيواجهنا، لكن يمكن في بعض الأسلحة اللي لازم نحملها لحتى نقدر نكون على قد هالمواجهة. اليوم يمكن من بعد الدراسات اللي أجريتها على صعيد الطب لقيت أنه منه غلط أبدا على أي إنسان، بالرغم من بعض السايد إفكتس اللي معقول تكون موجودة مع حقن اللقاح، لابد علينا أنه نلجأ لإله لحتى فعلا نحمي حالنا ولو 50-60-70% من المخاطر اللي معقول تكون من بعد الإصابة بفيروس كورونا. أكيد اليوم يلي لجأت لإله أنا بدولة الإمارات هو اللقاح الصيني، إيمانا مني واعتقادا وبعد الدراسة العميقة يلي أجريتها أنه بمدينة ووهان كان أول مدينة يمكن صحيح. موبوءة ويمكن اليوم أكثر ناس صار عندهم خبرات بهالوباء وبهالجائحة هن المجتمع الصيني، لأنه بالمختبرات صار في كتير دراسات لحين ما اكتشفوا اللقاح يلي هو ضد الفيروس ويلي هو سب يونت بيتاخد من الفيروس من الكوفيد 19، بيتاخد شقفة من الممبرين وبتنحقن بهاللقاح لحتى الجسم يكون أجسام مضادة، وبالتالي بيحفز وبينشط جهاز المناعة تبعه لحتى يقدر يكون مرتاح من طيب. دكتور نادر، يعني مع تجربتك لهذا اللقاح يمكن في ناس تقولك ليه ما تستناش فايزر أو موديرن أو غيرها من الشركات، يقولك أنه يعني بيكون دراسات أكثر تبان يعني موثوقة أكثر بالنسبة لهم، وأيضا يعني في أثار جانبية لهذا الفيروس لهذا اللقاح بحسب تجربتك ولا الأمور تمام؟ نطمن منك. هلأ كثير من الناس لجأوا كمتطوعين لأخذ اللقاح الصيني. بعض الناس صار في عندهم شوية حرارة، بعض الناس صار في عندهم شوية وجع راس، شوية وجع بالبطن، إسهال، إنما أنا على الصعيد الشخصي ما حسيت بشي، وهودي العوارض معقول يصيروا بأي تطعيم معقول، أي لقاح حتى الإنفلونزا موسمية. ليش اللقاح الصيني؟ يمكن تعودنا نحن انه انا كطبيب تجميل بدي استعمل البوتوكس بقول هيدا بوتوكس امريكي ما بستعمل صيني، هيدا فيلر امريكي ما بستعمل صيني، انما هالمره يمكن اختلفت المقاييس، وبالتالي لانه الصينيين عندهم الخبره الاكبر كان لابد من اعتماد هالتقنيه. وحتى شو هو اللقاح، لانه كثير من الناس ما بيعرفوا شو هو اللقاح. اللقاح نحن منقسمه لجزئين، منحقن شقفة من الفيروس أو منحقن الفيروس من بعد ما نخفف له قوته، وبالتالي منكون عطينا جزء من هالفيروس لداخل الإنسان، وبالتالي جهاز المناعة بيكون أجسام مضادة أو ما يعرف بالأنتيباديز. إنما اليوم نحن عم نشوف يمكن صناعة جديدة بتاريخ اللقاحات المعهودة أو الابتكار اللي عم بيصير بأمريكا، كان فايزر ولا موديرنا ولا كلهم عم بيقوموا بتركيبة لقاح لا يحتوي على فيروس ولا يحتوي على أجزاء من الفيروس، إنما يحتوي على حامض أمينة يلي هو ميسنجر آر إن إيه، يلي هو بفوت بتركيبة الكروموزوم تبع الخلايا، وبالتالي هون
بيتطلب كتير من درجات الحرارة الواطية لحتى نحافظ على حيويته لحتى صحيح. يكون فعال. ويمكن أنا بقول على الصعيد الشخصي وكطبيب بدأ دراسات كتيرة وبدأ ركول بدأ سنين لحتى نعرف شو معقول يكون النتائج تأثيرات. تبعه هل هي مفيدة ولا هل هي سلبية. إن شاء الله تكون كلها مفيدة، أكيد أفضل للبشرية، لأنه اليوم فعلا كل العالم مترقب وناطر، ويمكن مش عارف أمتى بده يوصل له هاللقاح. كتير الشركات تسابقوا أنه مين بيعطي أكتر منه، 95% منه، 94% منه، لكن نسب متقاربة دكتور، يعني أنه مش بعيد. بس أنه هي الفكرة مش أنه مين يسويها أول، هي الفكرة الفعالية. الجودة الفعالية. لكن أنا بقول هيدا اللقاح أول شيء ما عليه دراسات مطولة، من 5-6 أشهر بلشنا فيه، ما بنقدر نقول شو بده يصير بالمستقبل. تاني شيء هيدا اللقاح بيحتوي على حامض أميني يلي هو فعلا بتاريخ البشرية أول مرة بيصير هيدا اللقاح. وتالت شيء لوجستيا كيف بده يتم نقله صحيح. وكيف بده يتوزع على الناس. كتير من الناس يمكن تاخد لقاح خالصة مدته. إضافة لهيك هيدا اللقاح بعده يمكن جديد، يعني بعده منه صحيح. 20 ثانية، قل لكل شخص بخايف إنه وعنده فوبيا من هذه اللقاحات، بماذا تنصح؟ أنا على الصعيد الشخصي بنصح أكيد بالصيني بالمبدأ، ولأنه مهما اختلفت الأراء قديش فعالية الفيروس الفيروس بيبقى يمكن، أو لقاح الموجود ضد كورونا بيبقى فعال على الفيروس يلي انعمل عليه من 5-6 أشهر. إنما الفيروس يلي موجود اليوم بيناتنا يمكن يكون متغير واللقاح ما يفيده كرمال هيك. شكرا على وجودك معنا دكتور نادر صعب، وانتهت حلقة اليوم. نودعكم ونلتقيكم يوم غد. يومكم سعيد، إلى اللقاء.